الاخر ديالك غتكون مرتاح مزيان مع راسك صافي. بيان كيف ما كتلاحظوا كيف ما كتسمعوا بسم الله السيد القائد على ان هذا الشخص هذا غادي يدو المركز ديال الايواء وغادي يتهلاو فيه من الماكل ومن المشرب ومن الملابس ويتهلاو فيه كيف ما كتلاحظوا هذه الظرفيه هذا حتى لشي اشخاص اللي باغي مسكين يساعدوا ولا كذا الى غير ذلك كما كتلاحظوا لاحظوا مسكين كيحتوي على القرعه ديال الماء كذا الى قنينه ديال الماء وكيتواجد فيها مجموعه من القطع الى غير ذلك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.